أفادت وزارة الصحة اليمنية التابعة للحوثيين باستشهاد 4 أشخاص و29 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة. وكشفت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي قصف بعشرات الطائرات أهدافا في اليمن شملت ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن. وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم على الحديدة استهدف الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط. وبدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي. وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف الحديدة. وأضافت أن الغارات استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كتيب للكهرباء. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا عبر الإنترنت من صنعاء السيد نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين. سيد عامر أحييك على الجزيرة مباشر. أريد أن أسمع منك تفاصيل أوفى حول الاستهدافات الإسرائيلية أو إسرائيلية الأمريكية للحديدة وبعض المناطق الاستراتيجية في اليمن اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللسادة المشاهدين. عدة غارات شنتها مقاتلات التابعة لكيان العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة، استهدفت أعيان مدنية خالصة، استهدفت خزانات الوقود التي سبق وأن استهدفتها سابقا، وأيضا استهدفت محطات الكهرباء، ويعني استهدفت يعني واشتعلت النيران في محطات الكهرباء. يعني هناك تقريبا 4 شهداء، وهناك قرابة 40 جريح، يعني طفأت الحديدة جزئيا، وسيعاد التيار الكهربائي إلى الحديدة قريبا بإذن الله. هذه العمليات لن تؤثر على يعني أو هذا العدوان لن يؤثر على عملياتنا العسكرية لا في البحر، الحصار البحري المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية على كيان العدو الإسرائيلي لن يرفع أبدا بمثل هذه العمليات إطلاقا. أيضا منع السفن الأمريكية والبريطانية لن يرفع أبدا حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عن غزة. موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني ومساندة الشعب الفلسطيني، وكذلك أيضا مقاومته البطلة الباسلة، وأيضا الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة. نحن يعني كلما نرى عدوانية أكثر من كان العدو الإسرائيلي نقتنع أكثر بأن القدر المحتوم علينا والواجب علينا فعله هو المواجهة. كلما نرى الخطاب الديني الذي يتبناه كيان العدو الإسرائيلي وقادته المجرمين من كتبهم المحرفة، نستند نحن إلى كتابنا القرآن المقدس المحفوظ من التحريف، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى لجهاد هؤلاء المجرمين الذين يقتلون المسلمين بدون رحمة، والعالم معظم العالم يدعمهم ويقف إلى جانبهم. نحن يقف إلى جانبنا الله سبحانه وتعالى، واثقين نعم. بنصر الله ومتأكدين بأن من لم يستطع أن يقضي على المقاومة الإسلامية في غزة لمدة عام وهي محاصرة محصورة ضعيفة في منطقة محدودة السلاح ومحدودة الحركة، يعني مقطوعة عن العالم بكله، لن يستطيع أن يقهر شعوبا تتحرك بكل قوة وبكل صبر وبعزم وبأيضا منطلقات دينية كما ينطلق اليهودي من منطلقات دينية. نحن أيضا نعم. كمسلمين ننطلق من كتبنا المقدسة من القرآن الكريم بمنطلق ديني. هل سيكون هناك رد محدد وواضح على استهداف الحديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستقومون به سيد عامر أم لا؟ القضية ليست مسألة رد ورد فعل، وإن كنا نحن بكل تأكيد سنرد على هذا العدوان، هذا التزام قطعي، لكننا في حرب مفتوحة. يعني ليس الآن هو جاء بالعدوان على الحديدة ومن نقطة الصفر، نحن في اشتباك لنا عام كامل، نحن وهذا العدو المجرم دخلنا في هذه المعركة دعما للشعب الفلسطيني، وسنستمر في هذا العمليات دعما للشعب الفلسطيني وأيضا للشعب اللبناني في العدوان عليه وأيضا في غزة وسواء أو في الضفة الغربية. فنحن سنضرب كيان العدو الإسرائيلي، نستخدم كل ما نستطيع من قوة ومن سلاح حتى لو لم يضرب الحديدة، نحن سنقوم بهذه العمليات إسنادا للشعب الفلسطيني وللقوم الفلسطينية. ولكن عندما أيضا يضيف إلى يعني المعطيات عدوان علينا فإنه يكون أحق بالرد أيضا وأكثر استحقاقا وأكثر تحركا من قبلنا. الشعب اليمني أساسا يخرج أسبوعيا إلى الساحات بالمليون يطالب بأن نصعد العمليات حتى ولو لم يكن.
هناك يعني عدوان إسرائيلي، فكيف عندما يشاهد وهو يستهدف الأعيان المدنية والكهرباء التي لا علاقة لها، يعني خزان كهرباء، خزان وقود للكهرباء، هل سيوقف العمليات في نعم البحر؟ هل سيوقف الصواريخ؟ يعني هي فقط محاولة لصناعة انتصارات وهمية، نشوة الانتصار. يعتقد نتنياهو بأنه أحرز نقاط لصالحه في هذه المعركة، ولكن المعركة ما زالت في بداياتها. يعني نحن لا نستطيع، هو لا هو ولا غيره، أن يختم الحرب، بل العواقب بيد الله سبحانه طيب، وتعالى، يعني وهو من يختم الأمور. يعني هل، عفوا سامحني في السؤال سيد عامر، هل جاء الدور على اليمن عليكم تحديدا بعد استفراد يعني الاحتلال بغزة وإلحاق هذا الأذى الكبير بها، ثم الآن لبنان، هل القادم سيكون اليمن؟ يعني ليس جديدا، نحن نواجه تحالف أمريكي بريطاني منذ سنوات، ونحن يعني تقريبا تجاوزنا أكثر من 600 غارة للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، 600 غارة عدد كبير جدا، ولكننا أساسا الحمد لله يعني متعودين على الغارات على مدى سنوات طويلة، وايضا مستعدين، عندنا استعداد نفسي واستعداد ايضا من ناحيه واعدت لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل، دخلنا هذه المواجهه ولدينا استعداد لان نواجه بشكل اكبر. ايضا نحن نواجه بدون سقوف، انتم تابعتم بالامس عندما استهدفنا بصاروخ مطار بن غوريون وعندما كان نتنياهو فيه، يعني وهذا عمدا، يعني نحن يعني كنا نتابع طائرته حتى وصلت وتم استهداف المطار لإيصال رسالة له بأننا نقاتله بدون سقوف. يعني ونحن لسنا ممن يحسب لهذه الأمور، نحن لو يعني لن نتردد في استخدام أي نوع من القوة، ولذلك لا نخشى أبدا أن يستهدف، نعرف بأنه لديهم القوة هو والأمريكي، أنهم يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما فعلوا حتى الآن، هذا وارد، لكننا أيضا لن نتراجع أبدا مهما فعلوا، لو أسقطوا كل ما يملكون من الأسلحة علينا لن نعم نتراجع، لأن هذا المسألة مبدأ ديني، والدين المبدأ الديني معروف أنه لا يقيم من خلال عدد التضحية أو الخوف من ردة الفعل، وإنما هو هدف سامٍ، إذا قتلنا فنحن شهداء في سبيل الله، ولكن معروف لا يمكن لأحد أن يقتل شعب، يعني هم لم يستطيعوا أن يحققوا إنجاز في غزة، يعني ما الذي فعلوا في غزة؟ هل استطاعوا أن يستعيدوا الأسرى؟ هل استطاعوا أن يقضوا على حماس؟ بالرغم أنهم قلبوا غزة عاليها سافلها، لكنهم لم يحققوا، إذا لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك في اليمن. يعني الفارق كبير جدا ما بين غزة وبين اليمن، ومع ذلك أيضا كذلك عزيمتنا وقوتنا نحن والقوم الفلسطينية واللبنانية قوية جدا ولن تتأثر. بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وقتله كما تابعنا قبل يومين، هل تتحسبون لسيناريو أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف السيد عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله الحوثيين؟ هل تتحسبون لهذا الأمر سيد عامر؟ نحن نواجه عدو مجرم لديه من الإجرام ما يجعله يفكر في كل جريمة وبأبشع الجرائم أن يرتكبها، وبكل تأكيد من يدخل معركة لابد أن يكون يتحسب لكل هذه السيناريوهات وأن يكون في الحسبان، ونحن لا نحسب كما يحسب، يعني هو يعني أننا لدينا معادلات معينة، نحن نضربه ونأخذ الاحتياطات اللازمة، ومآلات الأمور ليس بيده، يعني القدر ليس بيده والأعمار ليست بيده، الأعمار بيد الله والأقدار بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، إلى الله سبحانه وتعالى وإليه عاقبة الأمور، فنحن نتوكل على الله، نفعل ما بوسعنا، ننفذ توجيهات الله كما يقول هو يقول بأنه ينفذ التعليمات في كتبه المحرفة، نحن ننفذ التعليمات في الكتاب القرآن الكريم، ولا يهمنا العواقب والخواتم، يعني نحن بيد الله وفي عين الله وفي رعاية الله، نقوم بواجبنا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى، الله لم يقول لنا بأننا إذا كنا نخشى على أرواحنا لن نجاهد، نحن الله أمرنا بأن نجاهد على كل الأحوال، فعلى كل الأحوال لا يعني نحن نأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، بلادنا اليمن تختلف عن بقية البلدان من ناحية التحصين ومن ناحية مختلف الأمور، ومع ذلك كله الاعتماد قبل هذا وذاك وعلى ما الله سبحانه وتعالى. هذا ما كنت يعني أبحث عنه، أنتم هذا السيناريو أصبح موضوع أمامكم بعد يعني استهداف السيد حسن نصر الله، فكرة استهداف السيد عبد الملك الحوثي، وأنتم متحسبون واتخذتم من الإجراءات لتلافي يعني هذا السياق الذي رأيناه أو هذا السيناريو الذي رأيناه في لبنان قبل يومين. لم أفهم السؤال، يعني بدايته لم أسمع. يعني أقصد أنتم وضعتم خطة للحفاظ على حياة السيد عبد الملك الحوثي حتى لا يتعرض ليعني سيناريو مشابه لما تعرض له السيد حسن نصر الله.
قطعا قطعا، يعني الاجراءات الامنيه بخصوص يعني السيد عبد الملك هي في اعلى درجاتها، وليس في هذه المعركه نحن دائما يعني هكذا. ومع ذلك كما قلت لك يعني هذه المسيره وهذا الجهاد في سبيل الله هي سبيل مسيره العطاء والتضحيه والجهاد والصبر والمصابره، ولكن على كل الاحوال الاحتياطات الامنيه هي في اعلى درجاتها. وقلت لك ان اليمن هي تختلف كثيرا، وقبل هذا وذاك نحن نعتمد على الله، نتوكل على الله، نلجأ إلى الله، ننفذ توجيهات الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله، ولا نحسب لهذه الأمور يعني لكي تعيقنا يعني، ولكن نأخذ الحيطة والحذر من باب الإعداد والاستعداد فقط. أشكرك شكرا جزيلا سيد نصر الدين بن عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله، كنت معي عبر الإنترنت من صنعاء.